تحياتي واهلا بيكم معايا في حلقه جديده من سلسله سافر لامريكا. حلقه النهارده هامه جدا جدا لكل الناس اللي عايزين يعرفوا تفاصيل الحصول على فيزا السياحه البي 2. طبعا بحب دايما اجيب التجربه العمليه. النهارده معايا صديقتي سالي، واللي بالفعل حصلت على الفيزا بتاعت البي 2 خلال شهر مايو. طبعا برحب بيكي سالي وبشكرك شكرا جزيلا على انك وافقتي انك تاخدي من وقتك الغالي علشان تيجي تقضيه معانا، وانا وانتي نحاول ان احنا نفيد كل الاصدقاء. اهلا وسهلا بيك محمود، وده يعني ما فيش اي داعي للشكر، ده جزء بسيط جدا من رد مساعدتك الكبيره اللي انت عاملها لنا على الشانل عندك. اشكرك شكرا جزيلا. عايز ابدا سالي قبل ما ندخل في الموضوع بالنوتس بتاعتي. انا دايما لما بعمل استشارات مع الاصدقاء بكتب كده ملخص سريع لتفاصيل الحوار، وكتبت طبعا حاجات كتير عنك وعن ازاي انت كنت مقدمه على الدي في اللوتري بتاع 2024 واللي ما حصلش نصيب فيها، طلعتي هاز نوت بين سيلكتد. ولكن في النوتس بتاعتي لقيت ان انت كنت ماشيه في كذا اتجاه في نفس الوقت. اتكلمنا عن الاي بي 3، اتكلمنا عن البي 2 وانواع اخرى من الفيز، واللي طبعا كانت المفاجاه السعيده انه انت بالفعل عملتي الانترفيو وحصلتي على الفيزا. ولكن انا فاكر كويس اخر سطر انا كتبته في النوتس بتاعتي سالي هو she will succeed no doubt. انا دايما باخد النوتس بالانجليزي معلش، ولكن معناها ان انطباعي من الاستشاره اللي احنا عملناها مع بعض ان انت هتنجحي بدون شك، لان انا فهمت العقليه بتتصرف ازاي، فهمت ان الشخص اللي انا بتكلم معاه عمره ما هيقف بعد أول تجربة فاشلة أو أول يعني تحدي يقابله بعدم النجاح في طريقة معينة. أنا كنت موقن تماما أن أنت هتكملي المشوار، لأنه زي ما المقولة المشهورة في إيجي كاست بنقولها دايما هي You never fail until you stop trying. عمرك ما هتفشل لغاية أما تبطل المحاولة. في البداية ألف مليون مبروك على حصولك على الفيزا بتاعت البي 2. الله يبارك فيك يا رب، الله يبارك فيك، ولسه مشوار في اوله ما زال، وربنا ان شاء الله باذن الله يثبتنا كده ويوفقنا باذن الله. بإذن الله يلا بينا نخش في تفاصيل الموضوع بسرعة. عايز أعرف منك بقى أنت أول خطوة عشان نقدم على الفيزا بتاعت البي 2 بتاعت السياحة لأمريكا هي أنه نملأ الاستمارة بتاعت دي اس 160. ولكن عايز أعرف شعورك. كل الناس يا سالي في العالم دايما بنسمع الشكوى بتاعت ان فيزا السياحه لامريكا صعبه. تسال اي واحد ماشي في مصر يقول لك يا عم ما حدش بياخدها، ده بياخدوا الفلوس ويضحكوا علينا، ده ما فيش حد بيحصل على الفيزا، اصل انا متجوز، اصل انا خلصت جامعه، اصل انا معيش حساب بنكي. قولي لي شعورك قبل ما تقدمي على الفيزا بتاعت البي 2 كان عامل ازاي؟ ولا كنت مهتمه تماما، جت ما جتش ما جتش، على النقيض تماما سبحان الله مع اللوتري. اللوتري كنا بدعي بقى في رمضان وصلوات ويا رب في غير اوقات الصلاه وبعد اوقات الصلاه وفي كل الاوقات، وكنت بخلي كل الناس حبايبي يدعوا لي وبتاع ومش عارف ايه، سبحان الله ما جاتش، واللي ما كنتش مهتمه بيها ات اول هي اللي جت. اذا يعني فكره العشم دايما بفكر كل الاصدقاء وبشوفها بتجربتي الشخصيه مع كتير من اصحابي، ان اللي بيبقى متعشم زياده عن اللزوم للاسف يعني بتيجي الاخبار غير يعني ملائمه، ولكن اللي بيبقى مش في دماغه زي ما انت قلتي، انت كنت رايحه اصلا موضوع فيزا السياحه ومقدمه وانت مش في دماغك خالص الموضوع، جت ما جاتش ما جاتش. قبل بس ما اقول لك على عمليه الاستماره بتاعت دي اس 160، انا بصراحه وجهه نظري ان هي مش مساله عشم على قد ما هو نصيب، وانت بتسعى في كل الاتجاهات وربك بيوفقك فيه. لان مثلا اللوتري انا بقدم عليه من 2015 باي ذا واي، ولحد دلوقتي لسه ما جاتش، فسبحان الله يمكن يكون ليا نصيب خير في فيزا السياحه، يمكن ربنا بيوجهني بشكل ما بطريقه ما، الله اعلم ايه هي، الواحد ما عندوش حكمه ربنا. فهي مش عشم على قد ما الواحد فعلا بيسعى بكل قوته، يعني حتى وقت الفيزا السياحه ماشي انا خليت الاهل والحبايب يدعوا كده، بس ما كنتش قوي قويه زي الهجره، وسبحان الله جت. طيب كلمينا بقى عن أول خطوة أخذتيها لما قررتي إنك هتقدمي على فيزا البي 2. بالنسبة لي كانت أصعب خطوة بصراحة هي ملء استمارة الدي اس 160. بالنسبة لي أخدت وقت طويل جدا، فيها تفاصيل كتير وأنا من النوع الدقيق جدا، فكنت بدور على كل تفصيلة بالتواريخ وباليوم، زي مثلا الماجستير خلصته امتى، البكالوريوس خلصته في تاريخ كام بالظبط وبدأ امتى بالظبط، وهل حصلت على الشهادة ولا لأ. نفس الفكرة أماكن العمل المختلفة، عمري دلوقتي دخل في 36، فاشتغلت في 3 أماكن مختلفة أو 4 أماكن، فكل مكان لازم تذكر بالتحديد إمتى ابتدى إمتى خلص، الجوب ديسكريبشن بتاعك
العنوان، رقم التليفون، فطبعا في حاجات ما كنتش فاكراها، فكنت ببحث عليها اونلاين او برجع ليها من اول وجديد. اكبر مشكله واجهتني في ملء الاستماره النت، الويب سايت سنسيتيف جدا 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 للكونكشن بتاع النت. باي ذا واي انا في ابو ظبي، النت قوي جدا، وعلى الرغم من كده اي معرفش ايه، اي اهتزاز بسيط يمكن، اي قطع خفيف كان بيأثر جدا على الاستماره، حتى لو انا ما عدتش ال 20 دقيقه. يعني المفروض ان لو انا عديت 20 دقيقه وانا بملى صفحه معينه في الاستماره، خلاص هو بيعمل لي سيشن اكسبايرد وبيخليني ادخل من اول وجديد. لا انا ببقاش عديت 10 دقائق او حتى قفلت ال 15 دقيقه وبلاقي ان انا كل شغل انا عملته ضاع. فده بصراحه كانت اصعب مرحله حقيقه، يعني اصعب كتير من مقابله الموظف القنصليه. قابلت الموظف القنصلية ما كنتش بعي ليها أي اهتمام، كنت تماما باردة وهادية، وتيجي تيجي ما جاتش ما جاتش، وقاعدة حاطة رجل على رجل في قاعة الانتظار طويلة 3 ساعات. وبصراحة كانت هي دي فعلا أصعب مرحلة، ملء الاستمارة بالنسبة لي أنا طبعا في حالتي. تمام، دي نقطة مهمة جدا، ومعلش اعذريني سالي وكل الأصدقاء، إعلان بجح شوية إن أنا عارف كويس أنتِ يعني عانيتي زي ما على السماعة، عشان كده أنا بقدم الخدمة دي للأصدقاء عن طريق الموقع بتاع إيجي كاست. مش معنى كده إنك ما ينفعش تعملها أو مش هتقدر تعملها، لا بالعكس، أي حد يعني هيقدر إن هو يملأ الاستمارة بنفسه، ولكن طبعا لو عايز مساعدة أنا عارف كويس أنتِ يعني عانيتي إزاي، لأن بملأ طبعا الاستمارات للأصدقاء. هل كان عندك يعني خوف من المخاطرة بال 160 دولار زي ما ناس كتير في الوطن العربي دايما بيقولوا الفلوس تروح عليا؟ وعلى فكرة طبعا مصاريف الفيزا هتغلى في شهر يونيو الشهر ده، كمان يمكن اسبوع او اتنين هتوصل تقريبا 185 دولار. بالنسبه لي ما كانش مهم، على قد لان انا كنت بص على الهدف الاكبر، ان انا هكسب اكتر بكتير من 160 دولار اللي انا بدفعهم دلوقتي. وحتى لو ما جاتش، باي ذا واي انا خدت التجربه وسعيت وعملت عليا قدام ربنا، فاذا ربنا انا كده فولفيلد قدامه، فهو بعد كده بقى يحط حكمته ويقدره في طريقي. اما يعني التفكير في الامور دي زي بصراحه انت بتعطل مصلحتك، اي حد هيفكر بالشكل ده انت حقيقي بتعطل مصلحتك. قولي لي بقى، دخلتي على الموقع عشان تحجزي الميعاد بعد ما دفعتي ال 160 دولار وعملتي ابلود لي او سبميت الاستمارة بتاعت دي اس 160، اخدتي ميعاد بعديها بقد ايه؟ سنة وخمس شهور. يعني انا دخلت على ما خلصت الاستمارة كنت في مارتش 2023، والميعاد كان في جولاي، سنة واربع شهور، في جولاي 2024. فاللي هو انا شفت الميعاد وقلت يا صباح الفل، ده ايه الهنا اللي انا فيه ده؟ ولكن انا علشان مهتمه جدا بالتكنولوجيا كل شويه كنت بدخل انكش، مع ان ما فيش اي مسج جات لي، ما فيش اي ايميل جات لي بان ممكن يكون في ميعاد اتلغى ولا ما اتلغاش، بس انا كنت بدخل انكش كتير جدا جدا. وسبحان الله في اول مره بنكش فيها لقيت ميعاد اتلغى بعد 25 يوم. 25 يوم، يعني انا كنت بنكش في اخر ابريل لقيت ميعاد 25 مايو 2023. بصي سالي، او كلمه انك بتحبي تنكشي دي فكرتني بليه انا كتبت في النوتس بتاعتي ان انت هتنجحي بدون شك. انا عارف ان هو ده، هي دي يا جماعه التولز او المهارات المطلوبه علشان الواحد ينجح في اي حاجه هو عايز يوصل ليها. النكش ده ان الواحد ما يبقاش خلاص اخذ الخطوه وقاعد ساكت بقى حاطط ايده على خده مستني سنه واربع شهور يا صبر ايوب، لا أخذت الميعاد بعديها على طول وجه الغاء وقدرت إن هي تخوض المقابلة في شهر مايو 2023. واحكي لي بقى، أول ما أخذت الميعاد الجديد وبدأ قلبك بقى ينبض يعني شوية دقة زيادة من يمكن الرهبة بتاعة المقابلة، ولا كان لسه نفس الشعور اللي هو أنا مش فارق معايا جت ما جاتش ما جاتش؟ بصراحة كانت دماغي هادية جدا، وأول حاجة نطت في دماغي ادخلي حالا احجزي ابوتمنت مع محمود سعيد بأمانة، مش إعلان ليك بس ده فعلا، عشان عايزة أنظم أموري، عايزة أعرف أتبع إيه، أتفادى إيه، خصوصا ان انت كان يعني كان في معلومه مهمه جدا انت قلتها لي، او نصيحه مهمه جدا قلتها لي خلال المقابله، يمكن دي اللي خلتني في حاله برود وهدوء تام اثناء المقابله واثناء وجودي حتى في الانتظار جوه السفاره. فبصراحه اول حاجه فعلا نطت جوه دماغي ادخلي على الموقع، حجزت ميعاد على طول معاك تمهيدا للخطوات اللي هتبعها في خلال المقابله.
حبيت انوه سريعا ان احنا يعني سالي طبعا فضلت انها تحافظ على خصوصيتها وان هي ما تطلعش بصورتها معانا، وده ما فيهوش اي مشكله. وبفكر كل الاصدقاء ارجوكم ما تكتبوليش في التعليقات انكم عايزين تتواصلوا مع سالي، او اللي كتب لي انه كان عايز يتواصل مع صديقي عبد الباري من الفيديو اللي فات. ارجوكم يا جماعه دي حاجه ليها علاقه بالخصوصيه، انا مش هقدر ان انا اشارك بالمعلومات الشخصيه لاي حد بيظهر على القناه مع الناس. فالافضل انكم اكتبوا لي الاسئله في التعليقات على الفيديو ده، يعني اكتب لي على الفيديو ده اي سؤال عن موضوع البي 2، واحنا هنحاول في حلقات جايه ان احنا نرد على كل الاسئله. ننقل بقى على يوم المقابله. صحيتي من النوم الصبح، جهزتي الملف بتاعك، لسه فاكره ايه المستندات اللي كنتي واخداها معاكي في الملف اللي انت رحتي بيه المقابله؟ انا واخده ورق عن كل حاجه وما طلبش مني ولا ورقه انه يتم الاطلاع عليها. انا حرفيا داخله بظرف موجود قدامي اهو حالا متحصر عليه من الفلوس اللي انا دفعته فيها، من بنك ستيتمنت، من اكتر من بنك، لاتش ار ليتر من الشغل، لصور تاشيرات على جواز، على جواز الحالي والجواز اللي فات المنتهي الصلاحيه. كنت جاهزة تماما طبقا طبعا للمقولة ان luck favors the prepared، او ان الواحد لازم يكون جاهز علشان لو جه اي سؤال، لو طلب منك اي مستند تقدري تطلعيه. ولكن العادي اللي بيحصل انه once ان المقابلة بدأت، القنصل بيشوف يعني ملامح الشخص اللي قدامه، زي هو هادي وما عندوش اي مشكله وما فيش عشم ولا حاجه، وانه بالفعل هيجي امريكا يتفسح ويرجع بعد كده البلد اللي هو فيها مره تانية، خلاص الموضوع بيبقى تحصيل حاصل، بتبقى المقابله سريعه جدا، بعض الاسئله البسيطه. ولكن انا ما زلت مبسوط سالي انك اخدتي بالاسباب وجهزتي الملف، علشان يعني ما حدش يفهمنا غلط ويقول ان لا خلاص بقى انا مش هجهز حاجه ولا هعمل اوراق ولا ملف ولا دياولو اروح كده المقابله وخلاص. لا، لازم تكون جاهز علشان لو اتسالت عن اي مستند تقدر تطلعه. بدأ بقى الكلام مع القنصل، واحكي لي بقى كده سالي على قد ما تقدري تفاصيل المقابله، هل كانت بالعربي ولا بالانجليزي، وايه بعض الاسئله اللي اتسالتيها، وكان تقريبا مده المقابله كلها قد ايه؟ طيب بالنسبه لمده المقابله، انا نفسي كنت متفاجئه جدا لان هو ما كملش معايا 3 دقائق، خلينا كرمه ونقول ات موست 4 دقائق، في حين ان الناس اللي حواليا، انا فضلت جوه السفاره حوالي ساعتين انتظار وساعة بره. الساعتين الانتظار اللي جوه السفارة أنا شايفة ناس بتتعصر حواليا، هي قاعة كبيرة جدا، في موظف بياخد الصورة بعد ما بيظهر رقمك على الشاشة، بيعمل لها سكاننج، وبعد كده يبعتك للموظف بعديه يعمل لك الفينجر برينت، وبعد كده بتقعد بقى إلى ما شاء الله لحد ما يجي لك رقمك في الدور بتاع الموظف. هو مجموعة شبابيك كده تقريبا 10 شبابيك، ولما جه دوري الموظف أول حاجة سألني أنت رايحة فين في أمريكا؟ فقلت له هكون ما بين 3 ولايات، وحقيقة أنا كنت بوجهه بشكل ما في السؤال ده علشان أجاوب على قد السؤال وأخليه هو يجاوب لي السؤال اللي أنا عاوزاه عشان أعرف أشرح أكتر، هو عشان أنا عايزاه يقول لي إشمعنى الولاية دي؟ يعني أنا قلت له أنا هكون ما بين 3 ولايات، جورجيا، نيويورك، وفلوريدا، بس أغلب الوقت هكون في جورجيا. وسكت، أحسن حاجة إن أنت فعلا ترد على قد السؤال، ما تقعدش تأفور كتير، دي من ضمن النصايح اللي انت نصحتني بيها وقت الانترفيو اللي كان ما بيننا. قال لي اشمعنى جورجيا؟ وده السؤال اللي انا كنت مستنياه علشان اتكلم زي ما انا عاوزه. فقلت له ان جورجيا مليانه بجبال وطبيعه، وانا بحب الهايكنج جدا، وفي نفس الوقت محتاج ان انا اعمل ريلاكسنج، فدي هتكون الولايه المفضله ليا. وده كان من ورا فيديو، باي ذا واي، كان بلوج ليك وللاسره كان هناك، فعجبتني جدا وفعلا حطيتها اون ماي ليست يعني. بعد كده قال لي طيب انت درستي ايه؟ فقلت له ان انا مخلصه بكالوريوس كذا، والماجستير وصلت فيه المرحله الفلانيه. معاكي حد هنا في الامارات؟ قلت له ايوه، اخويا وزوجته. قال لي تعرفي حد هناك في اليو اس؟ فقلت له، فانا سمعتها تاني يونايتد اميريتس، ما اعرفش ليه. فقلت له اه، اخويا ومراته، بس هم مش معايا، انا ساكنه في منطقه وهم ساكنين في منطقه تانيه. قال لي لا، انا بقول لك في اليو اس. فقلت له لا لا لا، ما اعرفش حد خالص، بمنتهى الثقه والهدوء. بس فضل شويه كده قاعد مركز في الشاشه، وهو كل ما بيسالني سؤال بيقعد يكتب حاجه قدامه، انا ما اعرفش هو صور ولا شغاله باستمرار على الكيبورد. بعد كده اخر سؤال قرب مني كده قوي من الشباك، وبعد كده قال لي انا عارف ان انت ما خلصتيش الماجستير بتاعك، بس تفتكري تقولي لي اخر حاجه وصلت لها كان يوم ايه والتاريخ بالظبط؟ وانا بصراحه حقيقه يعني ما كنتش فاكره قوي، بس انا فعلا بمنتهى التلقائيه قلت له يوم، وبصيت فوق في السماء قلت له يوم كذا شهر كذا سنه كذا. على طول اخذ الباسبور رماه في صندوق وراه، قال لي يور ابروفد.
حرفيا الموضوع ما كملش 3 دقايق. الانترفيو كان بالانجلش، ما كانش بالعربي، وان كان المواطنين العرب هم بيعرضوا عليهم الاوبشن اذا كان حابب تعمل الانترفيو بالعربي ولا بالانجلش، بس اذروايز لا، الكل بيتعامل بالانجلش، وده طبعا يفضل احسن. يعني مش بقول ان انت تكون رايح البلد سياحه وما تعرفش تتكلم اللغه بتاعتهم يعني. فبرضه تمام. عامل الرد باللغه، بنفس اللغه، ده اكيد بيأثر على موقف الموظف في اتخاذ القرار. أكيد بدون شك، وأنا مبسوط جدا إنه حتى لو أنت عملتي غلطة في الإجابة على السؤال مفيش أي مشكلة، أنت لسه ريلاكس وصلحتي الإجابة بتاعتك، وما يعني ما توترتيش بقى ووترتي الشخص اللي قدامك وطلبتي إن لا أنا عايز حد بقى بالعربي وحد يترجم لي والكلام ده، وده معناه طبعا إن يعني الحاجة اللي بيتنبح فيها صوتي دايما من أول ما بدأت القناة دي، وهي إن لازم علشان تسافر أو تهاجر لأمريكا، مع كامل احترامي للغتنا العربية الجميلة، لازم تكون بتتكلم إنجليزي. أنا عارف كويس إن ده بيكون صعب على ناس كتير، ولكن أرجوك وأرجوكي هو ده المفتاح من أول المقابلة، إنك تعرف تتكلم مع القنصل وتاخد وتدي وتهزر وتشيل التوتر تماما من المقابلة، لأنك بتوتره أول ما تقوله في البداية لا شوف لي حد بقى يتكلم عربي خلاص ده جاي بقى يوجع دماغي. لا، لازم تبدأ تتعلم اللغة الإنجليزية، ومعاك وقت، أنت لما هتاخد معاد هيبقى في المستقبل، يبقى مالكش حجة، تبدأ تتعلم من النهاردة. مش عارف سالي هتتفقي معايا في موضوع اللغة ده، ولا أنا يعني مضخم الموضوع زيادة عن اللزوم؟ أبدا، حقيقة أبدا أبدا أبدا، بالعكس الموضوع ده فعلا في غاية الأهمية جدا جدا. خلصت المقابلة وبدأ بقى يعني ضربات قلبك تنتظم مرة تانية، وحسيتي يعني بشعور من الانتصار شوية، واحكي لي بقى يعني لحظة خروجك من السفارة والباسبور جالك بعديها بقد إيه؟ الغريب بقى ان انا ما انبسطتش ولا حزنت، عادي انا بايظ ما اعرفش في ايه بصراحه، بس يعني اوكي انا عملت اللي عليا وجات لي وده خير من عند ربنا، اتس اوكي ذاتس ات، خلاص يلا ندخل على الخطوه اللي بعدها. عايز أعرف بقى وصلك الباسبور على البيت سالي بعديها؟ انا لا، انا يوم 25 كانت الانترفيو، يوم 26 برضو احنا قلنا بننقش على النت، فبدخل على الاكونت بتاعي على الويب سايت بتاعت حجز الموعد، الاكونت اللي انت بتحجز منه الميعاد وبتدفع $160 ما فيهوش اي لينك للويب سايت، بس لما دخلت وسريشت على جوجل نفسه طلع لي ويب سايت، لما دخلت عليه ودخلت رقم الابلكيشن طلع لي ان هي خلاص الفيزا بتاعتك ايشيوت. يوم 26 احنا قلنا طلعت الفيزا، يوم 26 ده كان يوم اجازه هنا عندنا، فاول يوم عمل رحت مركز البريد الرئيسي بالهويه بتاعتي واستلمت الباسبور. تمام، ولقيت الفيزا بقى موجودة على الباسبور منورة الصفحة، وكانت مدتها قد إيه سالي بعد إذنك؟ الحمد لله اخدتها 5 سنين، واخدت الفيزا بي 1 بي 2 لان انا كنت حريص ان انا اخدها بي 1 بي 2 مش بي 1 بس او بي 2 بس. بالظبط كده، وهو يعني لازم اقل حاجة عشان كلمة سريشت دي اللي انت قلتيها في وسط الكلام لازم 5 سنين طبعا، مش اقل من كده، مش هينفع اقل من 5 سنين. شكرا. زي ما اتفقنا طبعا لسه الطريق قدامك طويل على ما نوصل للهدف النهائي، واكيد انا مطمئن تماما انك هتشتغلي على كل خطوه شغل وعرق وتعب ومجهود كبير لغايه ما توصلي لهدفك، ولكن عايز اخد منك بقى نصيحه كده سريعه لكل الاصدقاء اللي بيتفرجوا علينا ولسه جواهم يعني شويه من المقاومه، شويه من الخوف ان فيزا السياحه دي ما بتجيش لاي حد. اول نقطه، في ناس كتير بتستخسر انها تدفع فلوس في حاجه زي كده. اولا يعني مع كامل الاحترام، كل واحد هو عارف ان في حاجات معينه بيصرف عليها فلوس وتكاد تكون فلوس كتيره وبدون اي فايده، بل بالعكس انت كمان بتضرك، سواء بقى انت بتدخن ما بتدخنش، بتلعب رياضه ما بتلعبش، بتلعب بس مجرد ان انت بتروح تعمل بادي ليفتنج، سوري بادي بيلدينج علشان بس تبقى صوره، بس انت حقيقه ما عندكش الفتنس ولا اللياقه ولا الصحه، فانت عارف انت تصرف فلوسك فين وما بتاخدش منها فايده، بس انت ممكن تقرر من جواك ان انت خلاص اوكي انا هاخد الخطوه دي وهاخد التراك ده وهمشي فيه، جه جه ما جاش ما جاش، بس ده انا عارف ان فعلا هو هيفيدني باي شكل كان، سواء جاني ولا ما جاليش. تاني، اللي اخد فيزه السياحه ولا اللي اخد اللوتري لا هو احسن منك ولا هو ذو مرتبه اعلى منك، هو في الاخر بيسعى وربك بحكمته بيمهد له الطريق، فانت اسعى جات لك خير وبركه، ما جاتلكش والله ولا تشيل هم ابدا، اتاكد تماما وخلي عندك يقين ان ربنا كاتب لك سكه تانيه بيوجهك ليها، بس that's it. تمام، شكرا جزيلا من كل قلبي ليكي سالي طبعا على انك قضيتي الوقت ده معانا واخترتي
انك تساعدي الاصدقاء ولو بمعلومه او اتنين، علشان كلنا نشد بعض لفوق زي ما بقول دايما. ونتمنى ان لو جه رد فعل ايجابي على الفيديو وكان فيه اسئله كتيره، ممكن في المستقبل يعني تدينا شويه زياده من وقتك علشان نجاوب على اسئله الاصدقاء. ومره تانية بتمنى لك كل التوفيق في الخطوات اللي جايه. تحت أمركم، وشكرا جزيلا ليك محمود بجد، وعلى مجهودك اللي جاي من بيطلع من القلب وبدم حامي كده، كأننا نخصك يعني، أو كأننا من دمك. وتحت أمركم في أي حاجة تانية طبعا، لو في أي خطوات في المستقبل إن شاء الله بإذن الله، أو أي إفادة بإذن الله. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك وتعملوا سبسكرايب، وأشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.